هنجيب بولة وهعمل ايه المقادير بالظبط. معايا كوباية من دقيق الرز. دقيق الرز ده يا جماعة بيتباع عادي جدا، موجود في اي حتة هتلاقوه، تجيبوه وتستخدموه حلو قوي. او الرز تغسليه وتنشفيه تمام، وتحطيه الطحن في المطحنة، او لو هو اوريدي الرز مغسول زي ما احنا متعودين بيبقى فيه مكتوب على الرز ان هو اوريدي مغسول، يبقى خلاص اطحنيه في المطحنة كده زي ما بنطحن التوابل فما فيش مشكلة. هنحط دقيق الرز، هنحط لبن بودرة، كوباية دقيق رز، كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة تمام، ومعايا نص كوباية نشا تمام، ونص كوباية كريم شانتيه. اوكي اهو، حطيت كوباية دقيق رز، كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة، نص كوباية نشا، ونص كوباية كريم شانتيه بودرة. معايا بقى فانيليا، هنحط معلقة صغيرة من الفانيليا، وربع كوباية من السمسم المحمص، ربع كوباية تمام، ومعايا كمان جوز هند ممكن تحطه، انا حطيت ربع كوباية من جوز الهند، ممكن تحطه اقل او ما تحطوش خالص جوز هند براحتكم. معايا كمان ربع كوباية زبيب اهو، سهلة جدا والمقادير كمان مكتوبة، هاتها لنا يا استاذ احمد زي ما انا بقولها من فضلك. ومعايا فصين كده من المستكة، هحطهم فصين بس كده من المستكة اللي تكون مطحونة شوية، وطبعا لتر بقى لبن ده بقى علشان نسويه تمام. القصة اللي انا قلتها في الاول دي هي دي كده بودرة السحلب، هنخلطها كده بايدينا خلاص هي دي. طب احنا عايزينها بقى بالكاكاو، هنعمل ايه؟ هنضيف عليها تقريبا ربع كوباية من الكاكاو وبس، يعني نفس المقادير دي كلها، وصوروها على الشاشة هتهنى تانية يا استاذ احمد من فضلك. هنضيف لها احنا لو عايزينها خلاص تبقى سحلب ابيض هيبقى شكله عامل كده، عايزينها بالكاكاو هنضيف لها ربع كوبايه من الكاكاو وهتبقى تحفه، يبقى سحلب بالشوكولاته تمام. هل هنا انا عندي طبق صغير او حاجه نحط فيه شويه اهو عشان بس ايه تعرفوا الفرق، اهو شويه من بودره السحلب اللي لونها ابيض وريحتها فظيعه بقى، الكريم شانتيه والفانيليا اللي فيها تحفه، ونعملها برضو بالكاكاو عشان تبقى بالشوكولاته كده اهو. كتروا الكاكاو زي ما تحبوا، اهم حاجه نوع الكاكاو يا جماعه يبقى حلو علشان الطعم يفرق، بيفرق جدا. اوكي هجيب بقى اللبن من المايكرويف علشان كنا بنسخنه، ونحط اللبن في الحلة. لتر اللبن ده طبعا يعني اربع كوبايات لبن، ممكن تعمله اقل، عايزة تعملي كوباية لبن بس واحدة براحتك خالص، اهو اللبن يكون دافي يعني مش هيبقى سخن قوي اهو. ومعايا المضرب السلك اللي هو اليدوي، ممكن نستخدم ده احسن. وناخد بقى من بودرة السحلب اللي بالشوكولاتة بالمعلقة، هتبقى المقادير بتاعتها ايه؟ لتر اللبن هنحط عليه تقريبا لتر اللبن اربع كوبايات صح، هنحط تقريبا اربع معالق كبار من بودرة السحلب دي، يعني كوباية اللبن بتاخد لها معلقة كبيرة كده مليانة، فاهمين قصدي؟ كده اهو. ونبتدي بقى نقلب قبل ما اللبن ايه يبقى سخن، نقلب بقى بالمضرب الويسك كده كده اهو، بيغلي بقى ويسخن معانا، تبتدي بقى تحطيه في الكاسات بيبقى فظيع وحلو جدا جدا تحفه، بياخدش ابدا ابدا اي وقت، اول ما يغلي معاكي هتلاقيه ربط وتقل وبقى تحفه بالشوكولاته او من غير شوكولاته زي ما تحبوا، خطير كده. انا هفضل اقلب فيه كده لغايه ما يتقل، وهنزل لكم الصور طبعا، هو ما فيهوش ابدا اي حاجه، هيبقى سحلب بس بطعم الشوكولاته، وهصبه في الكاسات اللي هناك. يا رب تكون